وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. فكلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها. طبع المسيح آدم على أرضها في القدس في طريق الآلام وفي الخليل رنت تراتيل الكنائس في الخلاء. صبح الوجود الامتى يا طريق الآلام وينطفي النور في الضمير وتنطفي نجوم السلام. لإمتى لإمتى يا طريق وينطفي النور في الضمير وتنطفي نجوم السلام. والامتى فيك يفضل يصيح مسيح وراه مسيح وراه مسيح على أرضها. غريب
خانوه نفس اليهود ابنك يا قدس زي